اهلا بحضراتكم. دايما يوم الخميس الفقره الاخيره فقره مميزه مع نجم مميز على مستوى النقد الرياضي وعلى مستوى تحليل الاداء. النهارده معانا كالعاده يوم الخميس محمد الباز. طبعا محمد مساء الخير عليك، دايما بتنورنا يوم الخميس ودايما عندك الجديد بشكل مختلف وارقام جديده. عندك ايه النهارده؟ مساء الخير كابتن هاني، تحياتي لحضرتك وجمهور النادي الاهلي. عندنا النهارده كونتي توتنهام، يعني الفكر الدفاعي الحديث، ازاي طور الفكر والمنظومه الدفاعيه بالترانزيشن، بالسرعات، بالتيمبو، بالتحولات اللي بيطلع من الفكر الدفاعي. الناس كلها بتقول على كونتي ملك الفكر الدفاعي العقيم. هو دايما بنتكلم على، دايما لما بتجيب سيره الكره الايطاليه المدربين الايطاليين بتتكلم على الشكل الدفاعي القوي جدا، مع يعني صلابه في الدفاع على سبيل المثال مانشيني المدير الفني للمنتخب. لكن ايه اللي قدمه كونتي جديد لتوتنهام؟ بالظبط، هو كونتي مع توتنهام هو وصل في نوفمبر او 11 2021، لعب مع توتنهام 27 مباراه في البريمير ليج حتى اللحظه اللي احنا فيها ديت. تخيل، في يعني احرز 56 هدف من توتال 64 هدف، هو رابع اقوى خط هجوم في الدوري الانجليزي حتى الان، على عكس كل التوقعات بالشكل الدفاعي. صلابه دفاعيه، لكن واضح من الارقام رقم كبير جدا على مستوى طبعاً. على مستوى الاهداف بشكل كبير يعني. بالظبط، هنشرح تكتيكيا ازاي هو بينجح بالتكتلات الدفاعيه والطريقه بتاعته باللو كومباكت والدفاع الخلفي في حاله عدم حياز الكوره. بيلعب دايما 5-4-1، السيستم بتاعه المشهور 3-4-3، وده السيستم او الفورميشن اللي كسب بيها الدوري الانجليزي مع تشيلسي في 2016 2017. هنشوف التطور اللي عامله بترانزيشن سريع باللعيبه، طبعا الادوات اللي معاه زي سي سون وكين وكل المنظومه. عايزين نقول بس حاجه سريعه كابتن هاني، في الماتشات الاخيره طبعا احرز سكورز كبيره جدا، يعني احنا اهمهم طبعا ايفرتون 5-0، نيوكاسل 5-1، طبعا استون فيلا 4-1، واخر مباراه كلها نتائج بسكور عالي، بسكور عادي. ولكن زي ما بقول هنتكلم على الارقام، هتتكلم انت كمان تكتيكيا ازاي كونتي قدر بشكل مباشر انه خلاص هو المنافس الاول للوصول للمركز الرابع، يمكن فرصه صحيح. افضل من الارسنال. لكن خلينا نتكلم على الشخصيه قبل ما نتكلم في شخصيه كونتي اللي شفناها مع توتنهام، والشخصيه العصبيه، الشخصيه يعني الروح العاليه اللي بيساهم في فريقه، انعكست على اداء كمان فريقه من الناحيه الخططيه. طبعا يعني اتعكست بشكل كبير جدا، هو من افضل المدربين اللي بتعرف تفهم الخصم بشكل كبير جدا، بتفهم ادواتها وازاي استغلها بشكل كويس جدا. هو الفريق الوحيد اللي وقف طبعا المان سيتي في يعني فوز في الدور الاول والدور الثاني، ايضا فوز على المان سيتي، هو اللي وقف ليفربول حتى في اخر مباراه 1-1 في التعادل اللي شفناه. فكونتي بيلعب بفكر مختلف تماما. كلنا اهم بقى نقاط القوه عند كونتي وازاي بيشتغل مع توتنهام. كونتي توتنهام 3-4-3 بيعرف يستغلها بشكل كويس جدا، بيلعب بثلاثة سنتر باك في الخط الخلفي، ليهم دور كبير جدا في ترانزيشن، لهم دور كبير جدا في البيلد اب هنتكلم عليه. طبعا اهمهم داير ودافيز وبالظبط كده وروميرو، يعني الثلاثة سنتر باك. والميزة اللي عنده او النقاط قوة عنده هو الوينجات، دايما بيطير الباكين، الباك اليمين والباك الشمال، هنتكلم عليهم النهارده بشكل كبير جدا، سواء كان ايمرسون في ناحيه اليمين او سيستون في ناحيه الشمال.